مشاهدة ومتابعة تلفزيون اليوم السابع، النهاردة معاكم في لايف جديد ولايف مختلف، لايف على انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية. منصب النقيب يتنافس عليه 4 مرشحين، وباقي المناصب 7 مناصب يتناسب عليهم 57 مرشح. بدأت الانتخابات منذ الساعة العاشرة صباحا، وإقبال كبير من المهندسين على لجان الانتخابات هنا في محافظة المنوفية. زي ما انتم شايفين امامكم اقبال كبير من قبل المهندسين على انتخابات نقابة المهندسين هنا في محافظة المنوفية. حضروا منذ الساعة 10 صباحا لإدلاء بصواتهم لاختيار نقيب على نقيب هنا في محافظة المنوفية، واختيار مجلس النقابة العامة بالإضافة إلى النقيب العام. هنا زي ما انتم شايفين اقبال كبير منذ الصباح الباكر من قبل المهندسين محافظة المنوفية. عندنا هنا 57 مرشح يتنافسون على 7 مقاعد هنا في محافظة المنوفية، بالإضافة إلى 4 مرشحين يتنافسون على منصب النقيب. معنا هنا احد الموظفين في نقابه المهندسين هنا في محافظه المنوفيه. عرفنا بنفسك. محمد الدين. قول لنا انت الصفه بتاعتك هنا ايه؟ في موظف في نقابه المهندسين. قول لنا الانتخابات النهارده في عدد المرشحين على منصب النقيب قد ايه، وعدد المرشحين على منصب الاعضاء؟ عدد المرشحين على منصب النقيب 4 مرشحين. 4 مرشحين. تمام. 4 مرشحين. طب باقي الاعضاء عندنا 7 أعضاء. غير النقيب. سبعه تبقى شعب ايه بقى؟ جميع الشعب. جميع الشعب اللي هي شعب العماره والمدني. عماره ومدني وغزل ونسيج وميكانيكا. تمام. هنا نختار منهم 7 مرشحين بس من اجمال 57 مرشح. بالظبط. شايف النهارده الانتخابات عامله ازاي والاقبال اخباره ايه؟ اقبال شديد جدا وازدحام شديد جدا، والحمد لله ربنا عدى على خير. بس الحمد لله الدنيا حلوه الحمد لله. الانتخابات بدات من الساعه منذ الساعه 10 صباحا. عندنا كام لجنه هنا؟ 10 لجان. الاقبال كبير جدا. برج كبير جدا. اول مره نشوف اقبال قبل ما نفتح لجان، وفي ازدحام شديد جدا في الموجود هنا. تمام. ومازال زي ما انتم شايفين اقبال كبير من قبل المرشحين على انتخابات نقابه المهندسين هنا في محافظه المنوفيه. زي ما انتم شايفين اللجان طوابير واقفين منذ الساعة العاشرة صباحا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين هنا في محافظة المنوفية. إقبال كبير من قبل مهندسين محافظة المنوفية هنا للإدلاء بأصواتهم في انتخاب نقابتهم لاختيار النقيب هنا في محافظة المنوفية. بيتنافس على منصب النقيب 4 مرشحين، وبيتنافس على 7 أعضاء هنا في جميع الشعب العامة. 57 عضو يتنافسون على 7 مقاعد. على حماتي. النار اللي شغاله في الاسبوع كبير من زي ما انتم شايفين امامكم اقبال كبير من قبل محافظة المنوفية للإدلاء بأصواته في انتخابات نقابة المهندسين في المنطقة. محمد هديل، شوف الناس اللي هي مالهاش دي تنتخب ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين امامكم اقبال كبير من قبل انتخابات. يا جماعه بعد الدوق مفيش توزيع اوراق هنا خالص. مهندسه معلش مفيش توزيع ورق هنا، ما ينفعش. مهندسه رقم
زي ما انتم شايفين اقبال كبير من على انتخابات نقابه المهندسين في محافظه المنوفيه في مقر نقابتهم بمدينه شبين. مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظة المنوفية لتغطية فعاليات انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية. كان معكم، دمتم في أمان الله ورعايته.